كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. زهير نمشيو معك شويه نخرجوا من الكوميديا نسقسيك سؤال اخر. طبعا الفنانه نانسي عجرم تعرضت للسارقه الشفار، واش انا معها ولا ضد قتل السارق؟ انا معها ولا ضد قتل السارق؟ انا كان يضربوا في رجليه، خلي لي واحد 4 ديال 16 قرطاسه، قال لك ياك كان يضربوا ب 13 في رجليه، جوج في الركبه وثلاثه في الفخذ، يطيح بوه ما يموتش. ما عرفتش هو كيقول لك اللي دخل دارك ودخل ولادك والبيت النعاس ديالك، راه ما نظنش واش ما داك السيد ربي اللي عالم به، ممكن كنت حطينا في نفس سميتو، ما عرفتش شنو كان غادي يوقع، كنت حطينا في نفس لاسوسياسيون، دخل لي على دارو وعلى مرتك وعلى ولادك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.